يتوجه معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب على رأس وفد نيابي إلى جمهورية أندونيسيا في زيارة ستشمل عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الرسمية المصاحبة للزيارة، إضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات النيابية واللقاءات المشتركة بهدف تعزيز وتفعيل التواصل بين المجلس النيابي وبرلمانات الدول الآسيوية بشكل عام ومع البرلمان الأندونيسي بشكل خاص. نغادر إلى جمهورية أندونيسيا على رأس وفد، وذلك بدعوة كريمة من رئيس البرلمان الأندونيسي، وذلك لتعزيز العلاقة البرلمانية بيننا وبين البرلمان الأندونيسي. طبعا كما هو معروف أن أغلب الدول الآسيوية دائما مواقف إيجابية مع مملكة البحرين وبالأخص طبعا جمهورية أندونيسيا، فنحن يعني نجتمع هناك مع رئيس البرلمان الأندونيسي لتعزيز هذه العلاقة في كل المجالات وخصوصا في المجالات التعاون البرلماني. أيضا على هامش هذه الزيارة سنقوم بالتوقيع على مذكرة تفاهم أو اتفاقية بين البرلمان البحريني والبرلمان الأندونيسي لتبادل خبرات وتبادل الزيارات، خصوصا سواء بين أصحاب السعادة النواب أو بين موظفي الأمانتين في البرلمانين الأندونيسي والبحريني. وبلا شك أن هذا النوع من الاتفاقيات تعزز يعني مبدأ الصداقة وتعزيز العلاقة بيننا وبين أندونيسيا. أيضا على هامش الزيارة ولا حسب الجدول المعد سوف نلتقي إن شاء الله بفخامة الرئيس الأندونيسي وبرئيس بسعادة رئيس مجلس النواب الأندونيسي، وسوف يكون هناك اجتماع أيضا بيننا وبين لجنة الصداقة البرلمانية الأندونيسية البحرينية.